حياكم الله وأهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه حلقة جديدة من مستشارك الطبي دائما تتابعونها عبر البابلية. مفصل هو أكثر مفاصل الجسم اتساعا في مدى الحركة، كي يتمكن الإنسان من استخدام هذا الطرف بصورة طبيعية. نتيجة لهذا الاتساع في مدى الحركة، فإن هذا المفصل من أقل المفاصل ثباتا وأكثرها تعرضا للإصابات، كما أنه مثل باقي المفاصل الأخرى عرضة للإصابة بأمراض المفاصل وإصابتها. تعتبر الممارسة الرياضية الخاطئة أو بعض الحركات غير الفسيولوجية من أهم أسباب إصابات هذا المفصل. أيضا هو مفصل تنقسم الممارسة الخاطئة فيه إلى نوعين، إما أن تكون ناتجة عن الإجهاد الشديد للمفصل، والمقصود بها أنه يحدث ذلك عند الرياضيين خاصة في الفرق الرياضية في النوادي مثلا، طبعا لرغبة المدربين والأهالي في تحسين مستوى اللاعب وقيامه بالضغط على هذه المفاصل، وبالتالي تمرينات قوة أكبر من تحملهم، فتكون النتيجة إجهاد شديد يؤدي إلى إصابات في هذه المفاصل، خاصة مفصلين أساسيين سأنوه عنهما لاحقا. السبب الثاني هو ممارسة التمرينات بطريقة خاطئة، طبعا ذلك يحدث في صالات الجيمنازيوم ويقوم فيها اللاعبين بممارسة التمارين بدون إشراف فني مؤهل، فتحدث الإصابة كشيء عادي. إذن نحن نتحدث عن أمراض وإصابات مفصل الكتف. لاحظنا أخيرا هنالك زيادة في معدلات الإصابة بسبب كما أشرت ممارسة الرياضة أحيانا أو إصابات عرضية في أحيان أخرى، فضلا طبعا عن قصور في توافر هذه المعلومات لغير المختصين. كان هو الداعي الحقيقي لانتقائنا لهذا الموضوع اليوم، والمقولة تقول تفادي الأسباب السابقة خير من علاجها، والعلاج المبكر وخير من الانتظار حتى تتفاقم الإصابة. صحيح دكتور ولا لا؟ نعم. إذن خليني أقول مرحبا بك دكتور أسعد، وحياك الله. هذه المرة لم تكن تمثيلية كما أشرت في اللقاء السابق. هذه المرة معلومات حقيقية. أهلا وسهلا، أهلا بك، شكرا للاستضافة. الله محييك، إن شاء الله الأمر كله يا ربي بالتوفيق. دكتور، قبل كل شيء أنت حبيت أن نختار تحديدا يعني موضوعات الكتف. نعم. أشرنا إلى أسباب لماذا هذه يعني الموضوع تحديدا، ولماذا هذا المفصل. يعني إحنا كثير عرجنا على الركبة، آلام الظهر، مفاصل، يعني ما أخفيك سر إحنا تطرقنا كثير مواضيع بالعظام والمفاصل، لكن أنت أكدت تحديدا الكتف بكثير حالات ممكن أنه تعرض للسادة المشاهدين، فكيف ممكن أن نصف هذا المفصل بداية؟ نعم، كمدخل للموضوع. وحقيقة وصف مفصل الكتف مهم. نعم. حتى الشخص أو المريض يعرف إيش هو المفصل وإيش طبيعة الأمراض، لكن مهم من ناحية وظيفية فسلجية، لأنه هو مفصل، هو عبارة عن أربع مفاصل وليس مفصل واحد مثل ما البعض يعتقد. نعم. الآن إذا بنيجي نوصف مفصل الكتف من ناحية تشريحية، في عندنا التركيب العظمي لمفصل الكتف اللي هو عظم الترقوة، عظم لوح الكتف. نعم، ممكن القرعة، عظم العدسة. العضد. الآن التقاء، لما إحنا بنذكر بنحكي مفصل الكتف نعني فيه غالبا المفصل، التقاء المفصل العضدي الحقاني، بمعنى آخر التقاء عظم الذراع مع عظم صحن المفصل اللي هو هون. هذا صحنه، هذا هو المفصل اللي أكثر الناس يحكي لما يحكوا الكتف بيعنوا فيه. نعم. لكن حقيقة في مفصل آخر، في عندنا المفصل التقاء عظم الترقوة مع ترقوي. العظم الأخرمي. نعم. هون، وهذا كمان مصدر للأسباب يعني للآلام، سواء بسبب التغيرات التنكسية أو حتى الإصابات. الآن في عندنا التقاءين أشبه بالمفاصل، اللي هو التقاء عظم الترقوة مع عظم القص بالصدر، وهي كمان في حركة. وأيضا التقاء لوح الكتف مع الأضلاع. نعم. وهنا بس النزلة. أوكي. هون واضح، هون التقاء. نعم. عظم لوح الكتف مع الأضلاع، وهنا كمان في حركة. بالتالي ولهذا السبب الحركة يعني مركبة تقريبا، لأنه في عندنا حركة من المفصل العضدي الحقاني هون، مفصل الكتف، وفي عندنا حركة من كمان لوح الكتف. لأن هاي من ناحية تركيب العظم والمفاصل. الآن لما نيجي للعضلات، تركيبة العضلات حول مفصل الكتف مهمة جدا، لأنه في عندنا عضلات بتنتهي بلوح الكتف، وهي مهمة لثباتية لوح الكتف، وبالتالي مهمة لثباتية حركة مفصل الكتف. وفي عندنا عضلات اللي هي تنتهي ب عظم العضد، اللي هي بنسميها احنا العضلات او الاوتار المدوره للكتف، وهي واحده من اهم اسباب حقيقه الام
الكتف عند الناس. دائما الناس يشكون من الم كتف بس يمكن ما يتوقعون من الاوتار. اكيد دائما بتسمع التهاب وتر التهاب وتر وهي اللي راح نتحدث عنه حقيقه اليوم تحديدا كجزء اللي هي الفوق اللي هي العظم الاوتار بسموها المدوره لانه اذا بتلاحظ هيك مقطع بتلاقيه على شكل تحيط بالكتف من الامام والاعلى والخلف فهي حوالين الكتف. اذا هي اكثر من وتر قد يكون ملتهب وليس وتر واحد. نعم بنفس الوقت هي مسؤوله عن حركات دورانيه ولهذا تسمى ايضا الاوتار المدوره الكتف. الان اذا بنيجي للفوق الاوتار تماما اللي هو تحت العظم بنسميه الاخرمي هون في تجويف بيمر في القناه الان وفي هذا التجويف في مخده نسيجيه او جراب ليثي رابط وكمان هي عرضه للالتهاب احيانا وسبب الام الكتف. الان تحت الاوتار تيجي حافظه المفصل مش موجوده هون في الموديل حافظه المفصل وهي بتحتوي على الاربطه. المفصل في حركه مستوى حركه عاليه وبده ثباتيه، اللي بيعطي الثباتيه بالدرجه الاولى اللي هي الاربطه اللي موجوده في حافظه المفصل بالاضافه الى الحلقه الغضروفيه اللي بتعطي عمق لصحن المفصل. الان صحن المفصل في عندنا صوره رقم واحد ما بعرف اذا بيعرضوها، صحن المفصل هون مش زي صحن المفصل اللي موجود في الورك، يعني شوفوا هون الصوره مثلا الان ما بعرف الظاهره اللي على اليمين هون هذا مفصل الورك، بتلاحظي قديش انه راس المفصل داخل بعمق في الصحن التجويف الحقاني، بينما في مفصل الكتف اذا بتلاحظي هون على اليسار ما في عمق في صحن المفصل، لهذا ايش اللي بيعطي العمق؟ بيعطي الحلقه الغضروفيه اللي فيه اللي موجود حوالين بجزء اذا تبين هون في الموديل اللي هو بتكون في هاي المنطقه حلقة الغضروفية بتعطينا عمق للمفصل. صح لأنه رأسه تقريبا يعني مو كامل التدوير بالضبط فبتعطيه عمق بنسيج غضروفي ليفي. تماما. نعم. طيب.